الرئيس معنا الان رئيس وفد كفر سوم بأردن الشقيقة، وأنتم تحلون ضيوفا بمدينة مسعد، ماذا تستطيع أن تقولنا في هذه المناسبة؟ يا سيدي، بداية أسعد الله مساءكم في هذا المساء الطيب. لقد سعدنا في هذا اليوم، يوم مبارك، يوم سعيد، نحضر إلى هذا الوطن العزيز الغالي علينا جميعا، الجزائر الشقيق. وسعادة تكبر في هذا البلد هي مسعد، التي سعدنا يعني سعدنا كثيرا وجودنا فيها، ورافق المسعد تسعد. احنا شواقون لجماعتنا واهلنا، اشقاؤنا اهل مسعد، لقد التقينا فيهم في الاردن، في بلدنا، في بلدة كفر سوم. كم كنا سعداء بزيارتهم الكريمة، وهنا نحن اليوم عندهم، ونقول لانفسنا بأننا معازيم مش ضيوف. مرحبا، حياك الله يا سيدي. اهل دارك، زار المسعد يسعد ان شاء الله.